في واحد صحفي يعني خلاص يعني أكل من الدهر وشرب خلاص، أنا لو منه أقعد في بيتنا بقى، أقعد في بيتنا أحترم نفسي، يطلع يطلع ويتكلم عن السيسي في الوقت اللي شباب شباب لسه المستقبل قدامهم، لسه المستقبل بكرة بتاعهم، يقرروا ان هم ممكن يضحوا بحياتهم ويضحوا بحريتهم ويضحوا بمستقبلهم في مقابل ان هم يفضحوا نظام خاين ونظام عميل ونظام قضى على البلد وقضى على اقتصادها وقضى على استثمارها وقضى على سمعتها. فنلاقي راجل عجوز صحفي عجوز بجد يطلع ويطبل للسيسي ويقول انا مستعد الحس الارض اللي بيمشي عليها. الكلام ده يعني اوفر شويه، اوفر شويه، بس ده اللي قاله مفيد فوزي اللي بقول لكم المفروض يقعد في بيته. اسمعوا اسمعوا عشان تعرفوا وصلنا لفين. وبيقول في 10 نقط بعض الامور اللي عايز يوعي الناس بها. نعم. ويمكن ان يقرا قراءه اخرى. لماذا يلجأ هذا الإعلامي إلى مجاملة الرئيس وإلى انتخابه على الملأ؟ ما هو ممكن ينتخبه في الصناديق؟ مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها وأبلع الزلط وطبل، بس ما يجيش خيرة الشاطر تاني. السؤال غيره خلص. أظن طيب هو ليه ما قالش واتحزم وارقص؟ يعني قال لك الحس الارض وابوس التراب باين، ولا قال ايه؟ معلش تاني تاني تاني، يعني هو قال شويه حاجات كده. الحس الارض، ابلع الزلط، ابلع الزلط زي كده حبيبك يبلع لك الزلط، واطبل واحنا هنضيفها من عندنا، واتحزم وارقص، بس خيرة الشاطر ما يرجعش تاني. هو خيرة الشاطر كان فين اولاني عشان يبقى تاني؟ يعني المهندس خيرة الشاطر اللي احنا بنعرفه انه رجل اعمال، مهندس، راجل كان شغال في البيزنس والاقتصاد، ده دوره. كان عامل لك ايه يا مفيد يا فوزي خلاك يعني ممكن تتحزم وترقص وتطبل وتبلع زلط وتبوس التراب عشان خيرك ما يرجعش مره تانيه؟ ايه الغل ده؟ يعني ايه الحقد اللي جواك ده؟ من ايه؟ من ايه؟ طب انت لما طلعت وقلت انا مستعد اعمل كذا 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 عشان خيرت الشاطر ما يرجعش، مش كان هيبقى اجمل؟ ونقدر يعني حتى ان احنا نحاول محاولة فاشلة ما يقوس منها في احترامك انك تقول عشان عمل كذا 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 كذا، عشان واحد اتنين تلاتة، انا هطبل للسيسي عشان واحد اتنين تلاتة، انا هبلع الزلط عشان خاطر خيرة الشاطر ما يرجعش مرة تانية لان خيرة الشاطر عمل واحد اتنين تلاتة، ولا هو كلامه بس بس؟ فالحقيقة يعني تاني بقولها وبقولها له، اقعد في بيتك احسن، ما تتكلمش. في ناس لما بتتكلم وبتبدا تقول تصريحات عشان تفضل في الصوره بتقضي على اي حاجه ممكن الواحد يكون فاكرها لها. انا هو مفيد فوزي ده فاكره له حاجه واحده بس، كان بيعمل برنامج كده غلس الحقيقه، وكان والدي ووالدتي بيجبرونا ان احنا نتفرج عليه واحنا كنا اطفال صغيرين يعني عشان نتفرج له. كان شخص فعلا مستفز، وهو يفضل يضغط على الضيف ويفضل يكلمه بطريقة بايخة وأسئلة بايخة وأسئلك وأحرجك وأنكد عليك. يعني الحقيقة النهاردة كلامك ده منكد على مصر كلها مش علينا احنا بس. يعني